احسب التكاملات التالية. إذن إي تساوي التكامل من 1 لـ 8 لإكس زائد 1 على 2 جذر من رتبة 3 ديال إكس دي إكس. إذن التكامل تساوي لنا، يمكن لي 1 على 2 نخرجها من التكامل. إذن 1 على 2 التكامل من 1 لـ 8 إكس زائد 1 جذر إكس من رتبة 3، يمكن لي نكتبها على شكل إكس أس 1 على 3 دي إكس. إكس أس 1 على 3 غنطلعها البسط، إذن غيرجع تعبير على هذا الشكل، هذا إكس زائد 1 في إكس أس ناقص 1 على 3 دي إكس. إذن عندنا 1 على 2. دابا غادي ننشر إكس مضروبة في إكس أس ناقص 1 على 3 هي إكس أس 2 على 3 زائد إكس أس ناقص 1 على 3 دي إكس. إذن دابا كنقلب على الدالة الأصلية ديال إكس أس 2 على 3 وديال إكس أس ناقص 1 على 3. حنا كنعرفو بأن بشكل عام إكس أس آر الدالة الأصلية ديالها كتكتب على شكل إكس أس آر زائد 1 على آر زائد 1 مع آر تخالف ناقص 1. إذن الأصلية ديال إكس أس 2 على 3 هي إكس أس 2 على 3 زائد 1 هي 5 على 3 على 5 على 3 أي 3 على 5. والأصلية ديال إكس أس ناقص 1 على 3 هي إكس أس ناقص 1 على 3 زائد 2 أي إكس 2 على 3 على 2 على 3 أي 3 على 2. إذن التعبير ديالنا غيرجع بهذا الشكل، هذا 1 على 2. الدالة الأصلية ديال إكس 2 على 3 قلنا هي 3 على 5 إكس أس 5 على 3 زائد 3 على 2 إكس أس 2 على 3 1 8. إذن غادي نديرو التعويض 1 على 2. إذن كنعوضو إكس بـ8، إذن 3 على 5. عندنا إكس كنعوضها بـ8 و8 يمكن لي نكتبها على شكل 2، إذن 8 هي 2 أس 3. إذن إكس هي 2 أس 3 الكل أس 5 على 3. عودتها رجعتها على شكل قوة باش ممكن من بعد نختزل. إذن زائد 3 على 2 إكس أو 8 هي 2 أس 3 الكل أس 2 على 3 ناقص 3 على 5 ناقص 3 على 2. إذن 1 على 2 غادي نحسب دابا. إذن عندنا هنا إكس أس 2 3 إكس 2 أس 3 الكل أس 5 على 3. إذن كتمشي 3 مع 3 كيبقى لينا 3 على 5 مضروبة في 2 أس 5 زائد 3 على 2. إذن هنا 3 كنختزلو بها كيبقى لنا 2 أس 2 ناقص، هنا كيمكن لي نوحد المقامات، عندنا ناقص 3 على 5 ناقص 3 على 2 هي ناقص 21 على 10. إذن 1 على 2، عندنا 3 على 5 2 أس 5 هي 32، و32 في 3 هي 96 على 5. هنا كنختصر بالجوج تيبقى لي 6 ناقص 21 على 10. إذا نوحدو المقامات، المقام واحد هو 10، عندنا 1 على 2، إذا 192 على 10 زائد 60 على 10 ناقص 21 على 10. إذا كنجمعو كنضربو 2 في 10 هي 20،
وكنجمعوا البسط كيعطيني 231.